ما نسمح فيك يا غزة مع القريع اللي بعيدة. الشعب الأقرب للشعب المغربي نفس الشعب تقريبا نفس الثقافة ديالنا بحالنا بحالهم. أختي فلسطين، ولكن فلسطين ما يمكنش أن خاصها تبقى تما، خاصها تبقى في الجدر ديالها. فهمت فلسطين بالخصوص، يعني أي واحد في الشعب المغربي غيبغي فلسطين هي تكون بلاصة المحيط الأطلسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من زمان ما صورت مع الناس في الشارع، وهذا فيديو جديد وغنهبط عند الناس في الشارع وغنسولهم سؤال مهم، شنو هي الدولة اللي تبغي تكون على حدود المغرب؟ ولكن في هذا الفيديو ما غاديش نقول للناس أنا فلسطيني، غندخل عليهم مغربي نيشان وغنسولهم، مورا ما نعرف إجابتهم غنقول لهم أنا منين. مي قبل ما تمشوا تفرجوا في الفيديو دابا اللي هو فيديو مهم بزاف، فيديو فيه بزاف الإنرجي زوينة، دوزوا واحد الشهر سريع بزاف اللي هو شركة أريج فيتو. شكرا لهم على دعمهم لهذا الفيديو ولفيديوهات السابقة. هذه الشركة الوحيدة اللي دعمتني في هذه الفترة برغم التفاعل الناقص والأشياء كاملة، لأنها ما خلتنيش وقفت معي. شركة أريج فيتو شركة تهتم بالمنتجات الطبيعية بشكل عام، منتجات البشرة، في عندهم الأطفال والشباب والرجال، حتى أطفال حديث الولادة كان عندهم إشهارات. بغيتكم كاملين تهبطوا عندهم وتشتروا من عندهم، تتقدموا من عندهم، وكاين كود الخصم اللي هو ولد غزة. المهم هذا الكود غير تكتب لكم في الشاشة، ورابط الانستغرام ديالهم فيسبوك واتساب كل شيء غتلقوه في صندوق الوصف أو الكومنتير. شركة أريج فيتو كنبغي نشكركم على دعمكم لينا، ولو بغيتوا تستفسروا أي شيء أو أي حاجة هبطوا للصندوق الوصف أو الكومنتير وتواصلوا معهم، وسيروا دابا كملوا الفيديو بالزربة. سمحوا لي تعطلت عليكم في الهضرة وطولت عليكم. يلا يا وحوش نمشوا نتفرجوا في الفيديو، شارك في القناة وفعل زر الجرس، والسلام عليكم. داو السلام عليكم. راه كاينين جوج الناس مساكين جالسين كياكلوا، نمشي نطب عليهم فجأة. تبعني يا خوذا. السلام عليكم الدراري، بخير؟ كلشي مزيان؟ هانين؟ اجي من هنا حوده، كلشي مزيان؟ كيدريم مع الصحيحه؟ كلشي هو هذاك كي غادي مع الوقت؟ اللهم لك الحمد. اييه بين الله، اللهم المعين. كاين عندي واحد السؤال كنسول المغاربه، بغي نعرف اجابتكم وعلاش في نفس الوقت. تمام. السؤال هو دابا المغرب على حدوده كاين دوله الجزائر من هذه الجهه، ومن جهه ثانيه كاين المحيط الاطلسي، ياك؟ لنفترض غادي ناخذ شويه من الجهه ديال المحيط الاطلسي وغادي نديروا تما دوله عربيه. شنو هي الدوله العربيه اللي في نظركم تبغوها تكون ديك البلاصه؟ دوله عربيه. نبداو معك انت. دوله عربيه فلسطين. علاش فلسطين؟ من ناحيه كشعب، شعب طيب بزاف، يعني عندنا علاقه اخويه مع شعب فلسطين. زعما صراحه كشعب انا فلسطين. الجواب ديالي زعما دولة زعما كنشوفها من ناحية كشعب ك يعني نتمنوا ميبقاوش هاد المشاكل. ربي معاهم. الله يحفظك الحبيب، الله يحفظك الله يعطيك الصحة. ليكم واحد مفاجأة تنكمل السؤال. أيوة. شنو الدولة اللي أنت بنظرك؟ أنا بصراحة نقول لك صراحة ترى نفس 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 الجواب، ترى دولة فلسطين. وعلاش؟ علاش؟ حيت دولة عربية شقيقة. شنو نقول لك؟ دولة الشعب الأقرب للشعب المغربي نفس الشعب تقريبا نفس الثقافة ديالنا بحالنا بحالهم. عندكم الصح. سميتو عاوتاني تحس بهم شعب طيب. عاوتاني تتوقع عليهم شي حاجة، شي 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 أزمة عندهم، شي حاجة تيبقاو فينا صراحة. وملك سيدنا الله ينصر يوقف مع هو رئيس اللجنة ديال فلسطين ديال بيت مال القدس. بيت مال القدس. او هو تقريبا هو الاول، الا كانت شي حاجه هو الاول كيتدخل. وي عندك الصح، عندك حق في هذه المفاجاه اللي بغي نقولها لكم. في نظركم واش انا مغربي؟ واش انا مغربي في نظركم؟ انا ماشي مغربي. لا ماشي مغربي. انا ماشي مغربي. كعبينها من اللهجه ديالك. انا ماشي مغربي. ملي قلتوا فلسطين وداك الشيء حبيت اقول لكم انا من فلسطين وانا من غزه، وهذا الفيديو غيدوز فاشين ديالي في يوتيوب ولد غزة. كتبوا لي غتشوفوا الفيديو ان شاء الله اليوم في الليل او غدا. صراحه هذا من القلب، والله الا باينه، والله الا باينه من القلب زعما صراحه فلسطين، والله الا باينه من القلب. كنبغي نشكركم بزاف، كنبغي نوجه رساله للناس اللي بتتابعني من فلسطين. حاب اقول لهم انه عن جد المغاربه بحبوا فلسطين. بيس ليكم الدراري، وان شاء الله نتلاقاو في ساعه خير. السلام عليكم. شكرا الحبيب. بخير؟ كل شيء مزيان؟ اش كتعاود؟ كل شيء هذاك؟ بخير. مالك مخلوع؟ لا لا بالعكس. نضادر وداك الشيء مسيلين بجوج. خاصنا على الحياة، ياك؟ كل شيء هذاك؟ ثانية صحيحة كيدير الناس ديال السلاوة. كاملين. وي
دابا اسمع قبل ما نسولك السؤال اللي بغي نسولك عليه، كاين واحد اللعيبه بغي نستفسر عليها نفسها. كنت كنقرا ديما كيقول لك السلا كتسد مور العصر، عارف هاد القضيه كانت شحال هذه ايام مدينه القراصنه وداك الشيء واش عرفت البيبان، البيبان كامل هذا ديال باب خميس وباب ستة وكل بواب المدينه حتىش كانوا كيقولوا سلام مدينه القراصنه. وصل ديك الوقيته صافي كيما كيسدوا الناس كيبقاو يتجاراو باش يدخلوا قبل من الوقت. وياه وياه داكشي علاش قالوا مور العصر، مور العصر كتسد السلا. المهم انا عندي سؤال ثاني غنسولك عليه. دابا المغرب عارفينو فيها حدود مع الجزائر، خوتنا وخوتنا وداك الشيء كامل، ومن جهه اخرى كاين المحيط. احنا غادي نشدو دوله عربيه غنحطوها على حدود المغرب من جهه المحيط. قول لي شي دوله عربيه تبغيها تكون تما. دوله عربيه وعلي صوتك. فلسطين. فلسطين نيشان فلسطين. لا ما تفكر. لا ما نفكرش ولاد خوتنا. علاش علاش فلسطين؟ واش نقول لك، الناس اللي محقورين محظورين بزاف من طرف الإسرائيلي كسبوا عليهم. وش نقول لك، الناس طرافات معروفين في الوجود والكرم. انا كان مشجع الرجاء. رجاوي تاني رجاوي مرحبا وديما راجع. ايوه ديما راجع حاب اسمع. غنوا ديسك على على فلسطين. عارفه فلسطين عارفه تغني ليا غنيو بجوج. يلا سير بدا. يا اللي عليك القلب حزين بعد سنين تدمع العين، لحبيبة يا فلسطين يا ويل العرب نايمين يا زينة البلدان قومي ربي يحمين من ظلم الأخوة العديان واليهود اللي طمعن فيك. طلع طلع ما نسمح فيك يا غزة ما القري علي بعيدة يا رفح ورام الله أمتنا راه مريضة. شكرا لحبيب. أجن عنقك الله يحفظك. شكرا بزاف مره. وحنا كنتمناو ان هاد الحروب وهاد تهجير البشر من 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 بلدي الى دول اخرى غير مرغب فيها، فهمتي ولا لا؟ حنا كنتمناو شنو غادي نقول لك انا، تكون يمكن تكون اليمن، فلسطين. فلسطين فهمتي، فلسطين. ولكن فلسطين ما يمكنش انها خاصها تبقى تما، خاصها تبقى في بلاصتها الجدر ديالها فهمتي. يعني السلام عليكم الحبيب. كلشي مزيان هانيه صحيه هذيك كيدرين مولي الوقت زعما الدار ماشي مولي الوقت كلشي هذاك كيدير. واش تسلاوي؟ لا انا ولد وزان. ولد وزان الشمال. نعم. اش عندك العائل تقول لي؟ تقول شي حاجه واش تي دابا؟ عندي واحد السؤال جالس كنسول كاع الدراري هنايا في هذه البلاصه في ساحه باب مريصه، وغنسولك انت بحال. مرحبا. كنعرفوا حدود المغرب شنو هي الدول اللي جايه على حدود المغرب. نعم. كاين اخوتنا الجزائر واخوتنا الموريتانيين وكاين المحيط الاطلسي. نعم. ياك. نعم. شي دوله عربيه كتبغيها تكون على حدود المغرب من جهه المحيط. دوله عربيه؟ اه دولة عربية، يعني الشعب المغربي أي دولة عربية ما فيش المشكل. صح كلام. ولكن فلسطين بالخصوص، يعني أي واحد في الشعب المغربي غيبغي فلسطين هي تكون في بلاصة المحيط الأطلسي. يعني بلا ما نسول الناس صافي، أي واحد غيقول يا فلسطين. أي واحد. أي بلا ما نمشي نتعب راسي ونسول. لا بلاش صافي كلشي غيقول يا فلسطين. أي واحد. اي واحد. علاش فلسطين بالضبط؟ انا باغي نعرف كميه الحب هذا اللي كتبغيو للشعب الفلسطيني. حتى حنا كنبغيو الشعب الفلسطيني بحال بحال حنا كاملين مغاربه كنبغيو الشعب الفلسطيني. علاش فلسطين بالضبط؟ علاش فلسطين بالضبط؟ مثلا المسلمين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انت وانا لم نراه. صح. رغم ذلك نحبه. صح كلام. تقريبا نفس الاحساس، يعني فلسطينيين سبحان الله محبه من عند الله. يعني صعب صعب نقول لك شنو زعما علاش السبب، ما نقدرش. المهم تكون عارف واحد الحاجه، كون متاكد باللي المغاربه كيبغوا الشعب العربي كامل.
اكيد اكيد العرب كاملين كيبغوا. ما عرفتش انا رب سبحان الله نرجع اسمع نجيك نيشان من الاخر. انا ماشي مغربي، انا فلسطيني وهنا في المغرب. انا فلسطيني وعدكم هنا في المغرب، وجلس كنسول الناس كنقول لهم انا راه مغربي زي ما باش نعرف الاجابه اي دوله. هي كل شيء كيقول لي فلسطين. هي اللهجه معروف انك ماشي مغربي، ماشي مغربي. يعني احنا الدارجه ديالنا مختلفه عن اللهجات العربيه. عندك الحق. غير هي ما انا ما فرزكش في الاول واش فلسطيني او سوري او اردني او فهمت. عندك الحق. انا بغي نقول رساله لكل عالم، المغرب كيبغي الكل، بحب الكل، بحب فلسطين، بحب مصر، بحب سوريا، بحب لبنان، بحب الخليج، أكيد. بحب كل دول العرب. أكيد. شعب بفرق حب من عنده لكل العالم. فليك انا بدي كل العالم يبغي المغاربه ويبغي المغرب، خلينا نبدلهم شويه حب من داكشي اللي كيبغيونا فريمو. يعني عن جد كنا بغي نشكركم بزاف، وكون متاكد باللي فلسطين كامله كتبغيكم، فلسطين كامله بتحبكم. الله يخليكم. وحنا كاملين بنحبوكم. وشكرا لك الحبيب. اجينا عندك. شكرا بزاف. شكرا. الله يخليك. الله يحفظك. شكرا. الله يعاونك. شكرا. ما تنساش تفرج في الفيديو ودير ابوني، شارك في القناه ودير ابوني. سميت لاشين ديالي ولد غزه. ولد غزه. اه تلقى عندي شي 138 الف مشترك. اوكي. معرقها ادسنس. صافي. الله يحفظك. شكرا. سلامة. فين ما مشيت، فين ما مشيت هاد الشيء كنلقى بحال هكاك. كامل المغاربه انا متاكد. والله يا اخوان ما متفق مع شي حد، ما اتفقت مع شي حد شنو يقول، ولا قلت لشي حد شنو يقول. كنشاهد من نيشان كنسولهم سؤال كيقول لي شوف الا سولت الشعب المغربي كامل هيقول لك فلسطين. هيك في الفيديو هنايا كنبغي نشكر المغاربه على هذا الحب كامل، كنبغي نقول لهم تحنا كنبغيكم بزاف. ما اقدرش كاع الكلمات وكاع التعبير ممكن اعبرها، حتهرب لي مش حيضل الكلام ممكن احكي. حق في الفيديو هيك وخلاص. في نهايه هذا الفيديو كان بغيكم تشاركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتحطوا لنا احسن كومنت. وكاملين كاملين بغيتكم في الكومنتات تكتبوا لي شنو هي الدوله اللي تبغيوها تكون على حدود المغرب من جهه المحيط. والسلام عليكم. كان معكم ولد غزه.